السلام عليكم. يمكن معلش مش عارف اطلع معاكم لايف. الصفحة معمول لها ايقاف وصول وايقاف للنشر، فالصفحة لما بطلع لايف ما بيوصلش للناس كلها، فان شاء الله طالعين لايف بعد الماتش على اليوتيوب فقط، وانا سبت لكم من شوية في بوست لينك قناة اليوتيوب. المهم خلونا في الفضيحة بتاعتنا، يعني انا طالع اتكلم كده حتى لو هيشوفوني اربعة خمسة، يعني خلونا في الفضيحة بتاعتنا. يعني هي فضيحة مكتملة الاركان. انا مش عارف الناس دي عاوزة مننا ايه، سواء الغير امين، الواد اللي اسمه امين عمر، الواد الحكم الفاشل اللي اسمه امين عمر، ولا الواد بتاع النهاردة اللي اسمه محمد معروف. بجد انا مش عارف الناس دي عايزة مننا ايه. هل انتوا بتعملوا كده معانا عشان احنا ما عندناش مجلس ادارة؟ هل انتوا بتعملوا كده معانا عشان احنا عدينا ماتش المقاولين وعدينا الفضيحة بتاعت المقاولين؟ بجد لغاية امتى هتفضل المهزلة دي موجودة؟ لغاية امتى هتفضلوا عرر، منظومة عرر؟ لغاية امتى؟ بجد لغاية امتى؟ انا مش عايزك تجاملني، انا عاوز حقي، انا مش عاوز اكتر من حقي. انتم منظومة فاشلة. فضيحة النهاردة طرد محمد عواد داخل على الكورة، ويمكن معرفش كريم بامبو اعتقد هو اللي كان معاه ضربه يعني بركبته في وشه. انتم عاوزين ايه؟ انتم عاوزين ايه؟ عاوزين تضيعوا الدوري من الزمالك وتدولي النانوس؟ الزمالك كده كده مش هياخد الدوري. الزمالك كده كده بدون مجلس إدارة وما عندوش سكواد وما عندوش مدرب وما عندوش لعيبة وما عندوش فلوس والكود موقوف وعندنا حجز على الأرصدة، فاحنا كده كده مش هناخد دوري. والنانوس كده كده هياخده، عنده رعاية وعنده فلوس وعنده دولارات وعنده فرقتين تلاتة، عنده كل حاجة. النانوس عنده كل حاجة، فاحنا كده كده مش هناخد دوري. بس اديني حقي يا أخي، خلينا ننافس على المركز التاني ولا المركز التالت يا أخي. حرام عليكم، بجد حرام عليكم. انتم عاوزين مننا ايه؟ يعني انتم عاوزين مننا ايه؟ نادي خلاص بيحتضر، نادي عنده مشاكل الدنيا والآخرة، انتم عاوزين مننا ايه؟ عاوزين توصلوا جمهور الزمالك لإيه؟ مش كفاية عامر حسين وكفاية الأف أح وكفاية بتاع سب الدين وكفاية اللي بيحصل، المهازل اللي بتحصل في الدوري، وكفاية السوبر اللي النانوس مش عاوز الزمالك معاه وسمعتوا كلامه، وكفاية فضيحة المقاولين العرب؟ انتم عاوزين ايه؟ بجد انتم عاوزين ايه؟ انتم أقذر منظومة كروية في العالم. احنا مش موجودين، احنا بننافس الدوري الموريتاني والدوري الصومالي بالمنظر ده، ما ينفعش. محمد صبحي مش داخل على اللعيب، اقسم بالله محمد صبحي مضروب في وشه، محمد صبحي رجليه داخله في الارض في النجيله، رجليه داخله في النجيله وفي الارض. تقوم تطرده؟ تقوم تطرده يا حكم يا فاشل؟ والزمالك لسه الماتش اللي فات ليه هدف ملغي، وليه اللي ضربة الجزاء اللي يقولك اصل انا مش مقتنع، اصل هي مش على هوا اهلي، هي مش هي ضربة الجزاء مش على هوا اهلي، لازم تبقى على هوا اهلي عشان خاطر احسبها. انتم عاوزين ايه؟ نادي بتدمروه، سوشيال ميديا بتدمرونا، ولسه جايلي تهديد من شوية على الواتساب، اوعى تتكلم على الاهلي، هتتكلم على الاهلي هنعمل لك ايقاف نشر على الفيسبوك عندك، وهنعمل لك ايقاف نشر على قناتك على اليوتيوب. لا هتكلم، وعايزين تقفلوا الصفحة، هفتح 100 صفحة وموجود على اليوتيوب. اليوتيوب عندي مشكلة ايقاف نشر عليه، ولكن هطلع على اليوتيوب وهتكلم على اليوتيوب، وبإذن الله بعد ما نحل مشكلة الفيس هنرجع تاني على الفيسبوك، ومش هسكت ومش هكون زملكاوي كيوت، ومش هطلع اقول اصلي والزمالك والحكاية. انا مش بتاع كده، انا بعور، دي شخصيتي، انا بعور. ليه؟ عشان انا مظلوم، عشان انا في منظومة عاهرة، منظومة كروية عاهرة. لغاية امتى يا فندم؟ يا فندم اسلم حاجة، والله العظيم انا ما بقول كده مش شعارات ومش يا فندم، ابسط حاجه اللعيبه ما تنزلش الشوط الثاني، انسحبوا يا فندم من المنظومه دي، يا فندم انسحبوا. يا فندم الخطيب قبل كده ما رضيش يلعب ماتش الجونه، ووزير الشباب والرياضه راح له بيته عشان يتحايل عليه عشان الباشا يرضى يلعب ماتش الجونه. انسحبوا من الدوري يا فندم، هي كده كده خربانه، وانا كده كده هنافس على المركز الثالث ولا الرابع بدون ظلم اصلا. السكواد اللي عندي والمشاكل اللي عندي واللعيبه اللي عاوزه تنهب النادي واللعيبه اللي عاوزه 50 مليون في السنه و90 مليون في السنه، انا كده كده مش هنافس. بس اديني حقي، اديني حقي يا فندم.
لغاية امتى هتفضلوا منظومة بالحقارة دي؟ انتم منظومة مفيش احقر منكم، انتم مفيش احقر منكم. المرة اللي فاتت امين عمر والمرة دي معروف. اعمل فينا معروف يا عم، معروف اعمل فينا معروف، كفاياكم بقى. والله العظيم انا مش لاقي كلام اقوله. جمهور الزمالك هيقول ايه؟ يعني جمهور الزمالك يقول ايه؟ انا مش لاقي كلام اقوله عليكم بجد. انا ما شفتش فجري كده. انا هو انتوا عايزين تعملوا ايه في نادي الزمالك تاني؟ يعني انا بقعد افكر كده، فريق ما عندوش لعيبه وما عندوش مجلس اداره وما عندوش رعايات وما عندوش فلوس وما عندوش قيد، مش عارف يقيد ومش عارف يجيب صفقات جديده وما عندوش حساب. ده اي حد في العالم بيبقى عنده حساب بنكي. انا نادية ما عندوش حساب بنكي، يعني انا ما عنديش حساب بنكي. طب هو انتوا عايزين تعملوا ايه تاني في الزمالك؟ ده لو اهلاوي مش هيرضى. والله العظيم اصحابي اهلاوية محترمين بيقولوا لي اللي بيحصل فيكم ده حرام، بيقولوا لي اللي بيحصل فيكم ده 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 بجد بجد مش م... انا في كلام مش قادر اقول، بجد انا في كلام مش قادر اقوله. هل فندم، هل ده قرار؟ هل انتوا واخدين قرار ان الزمالك يحصل فيه كده؟ عاوز يعني انتوا عاوزين تلغوا الزمالك؟ يعني انتوا قضيتوا على الاسماعيلي وقضيتوا على الاتحاد وقضيتوا على المصري وقضيتوا على كل الانديه الجماهيريه وقضيتوا على المنصوره وقضيتوا على المحله وقضيتوا على السويس وقضيتوا على كل المدن الجميله اللي فيها جماهير. انتوا عاوزين ايه؟ عاوزين تقضوا على الزمالك؟ عاوزين تخلوها دوري سيراميكا وفاركو والبنك الاهلي وبنك مصر وبنك مش عارف ام اللالي؟ انتوا عاوزين ايه؟ انتوا عاوزين ايه؟ انا مش هبطل لان انا مظلوم. انا مش هطلع. انا بص يا فندم، انا مش زملكاوي كيوت، انا زملكاوي متعصب. اديني حقي، اديني حقي، اديني حق. انا مش عايز اكتر من حقي. ده محمد عواد بعد ما الفاجر ده يعني حسب طرد، محمد عواد راح يقول له ارجع للفار، ارجع للفار. محمد عواد متاكد ان الكوره ما فيهاش حاجه، عمال يقول له ارجع للفار. ومحمد عواد واثق هادي، عمل النهارده شوط عالمي. محمد عواد بصراحه انا باحييه، محمد عواد عمل شوط عالمي باحييه، حارس مرمى بجد. محمد عواد انا بشكره بجد، واتظلم النهارده بجد. محمد عواد صنع الفارق النهارده مع الزمالك. فمحمد عواد بيقول له روح شوف الفار، ومطمن مطمن. والمخرج عمال يجيبها له من الزاويه دي، وعمال يجيبها له من الزاويه دي، وعمال يجيبها له من الزاويه دي. والفاجر مصمم، الفاشل مصمم. طب بجد لو الزمالك كمل الشوط الثاني، لا يستاهل اللي يحصل فيه، يستاهل اللي يحصل فيه. لو الزمالك اصلا كمل الدوري بعد الماتش ده يستاهل اللي يحصل فيه. انسحبوا من الدوري ياكش، ننزل درجة تانية. شوف انا بقول لك ايه، نزلونا درجة تانية. انا عاوز انزل درجة والله العظيم عاوز انزل درجة تانية. على الاقل الدرجة التانية دوري محترم وفي ناس محترمة وفي اندية محترمة وهتلاقي هناك في عدالة. نزلوني درجة تانية، نزلوني درجة تانية. ده ايه ده؟ النهارده انا اتظلم، بكره النانوس يروح يلعب ماتش الاسماعيليه في برج العرب، ما بيروحش الاسماعيليه من 2010، من ساعه جيل ابو تريكه وبركات وعماد متعب. هي دي المنظومه، هي دي المنظومه. لما نادي يتخانق مع المنتخب عشان ياخد منه لعبته يقولك لا المنتخب مش مهم، اهم حاجه انا كوش على البطولات، دوري ابطال افريقيا وعندي سوبر وعندي كاس عالم للادويه وعندي الدوري الافريقي وعندي الدوري العام وعندي مش عارف ايه. ايه ده بجد؟ ايه ده؟ ده هنفضل طول عمرنا المغرب سبقانا وتونس سبقانا، وحتى بقت السعوديه دلوقتي ده بتنظم يعني السعوديه. المغرب خدت تنظيم كاس عالم مع البرتغال واسبانيا. السعودية إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمهم وياخدوا كأس العالم 2036. إحنا بقى ناخد كأس عالم 2100 و900، هنكون كلنا بقينا تراب ومش موجودين. إحنا عمرنا ما هنتقدم،
ولا عمرنا هنبقى منظومة عدلة. احنا منظومة كروية عفنة، احنا منظومة كروية عفنة. كل اللي موجودين في الرياضة المصرية بيخدموا على نادي واحد، الرعاة بيخدموا على نادي واحد، منظومة بتخدم على نادي واحد، اتحاد كورة مرعوب من نادي واحد، لجنة مسابقات مرعوبة من نادي واحد، رابطة أندية مرعوبة من نادي واحد، حكام مرعوبين من نادي واحد، كله بيخدم على نادي واحد. حتى السوشيال ميديا والإعلام خدامين وطبالين لنادي واحد. قل لي بذمتك ودينك، وآخر حاجة هقفل بيها، ماذا لو كان الزمالك ده او اللي حصل في محمد عواد ده محمد الشناوي؟ تخيل كده واسرح بدماغك، ده لو كان محمد الشناوي ايه اللي كان حصل فيه؟ ايه اللي كان حصل في محمد معروف؟ اقسم بالله ما كان دخل بيته، والله كان اتعلق محمد معروف من قفاه على باب النادي الاهلي، انا بحلف بالله، والله كانوا علقوه زي البتاع كده ها على باب النادي الاهلي. يقدر يعمل كده مع الاهلي ليه؟ عشان الاهلي عنده جمهور محدش بيقدر يبص له، عشان الاهلي عنده مسؤولين بيقعدوا يطلعوا بيانات ويصيحوا ويدبدبوا على الارض وصياح ما بيسكتوش. انما انت بتاخد على قفاك وبتسكت، بتاخد على قفاك وبتسكت، بتاخد على قفاك وبتسكت، لغايه امتى؟ لغاية امتى يا منظومة قذرة؟ لغاية امتى هنقعد ناخد على قفانا ونسكت؟ ناخد على قفانا ونسكت. الموضوع بقى وسخ، وانا ما عنديش لفظ غير كده، يعني انا مش هقولك الموضوع مش محترم، لا انا بديك الوصف الدقيق بتاعه، الموضوع بقى وسخ. محدش يقدر يستحمله. ان شاء الله هنتقابل على اليوتيوب بس بعد الماتش ما يخلص، ان شاء الله باذن الله هحاول اسيب لكم رابط قناة اليوتيوب على في التعليقات، هي اسمها ادخل على اليوتيوب اكتب بعد الماتش مع محمد مصطفى هتطلع لك القناه، اشترك في القناه وحاول تفعل الجرس عشان اول ما نطلع لايف ان شاء الله يجي لك. انا اسف للانفعال، ما تزعلوش مني، ولكن انا ما بعرفش امثل بجد، وانا دمي محروق وهكمل الشوط التاني وانا دمي محروق وقرفان. يلا لما نشوف هيعملوا ايه في الشوط التاني والعهر هيبقى شكله ايه في الشوط التاني. اشوفكم على خير، واسف مرة تانية للانفعال، والسلام عليكم، مع الف سلامة.